أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج رياح التغيير. ما أن يحاول العرب من إيجاد مواطن الخلل في بلدان الربيع العربي إلا ونجد أنفسنا في منطقة جديدة تدخل في خارطة هذه الثورات، السودان، والتي دخلت في دوامة التظاهرات والاحتجاجات والمواجهات مع قوات الأمن بسبب قرار الحكومة السودانية القاضي برفع أسعار المحروقات، الأمر الذي تحولت بعده هذه التظاهرات من احتجاجات على رفع أسعار المحروقات إلى تظاهرات تشابه في محتواها التي انطلقت في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، وبدأ المحتجون يرددون شعار الشعب يريد إسقاط النظام. المطلب السوداني الرئيس في هذه التظاهرات هو رحيل النظام وإيجاد نظام بديل عنه، لكن هل ستدخل السودان في دوامة القتل وسفك الدماء مثلما دخلت قبله بلدان أخرى؟ وهل ستستمر هذه الأزمة إلى أمد بعيد على غرار الأزمة السورية؟ وما موقف الحكومة السودانية من هذه الأزمة؟ كل هذا وأكثر سنناقشه مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج رياح التغيير. في البدء دعوني أرحب بضيفي داخل الاستوديو المستشار محمد أبو غوش، أهلا ومرحبا. مساء الخير لك ولقناة التغيير. سيد محمد، بداية، لم تبقى دولة في شمال أفريقيا إلا ودخلت ولفحتها نار الربيع العربي، واليوم السودان، لماذا برأيك؟ السودان المشكلة المهملة عربيا وإعلاميا من قبل الإعلام العربي بداية، لم تركز عليها السياسة العربية الإجمالية أو الإعلام العربي منذ عقود، عبارة عن أخبار تمر مرور الكرام. السودان معضلة كبيرة جدا في الجسد العربي، ولنفهم المشكلة يجب أن نعود إلى جذورها بداية حتى يستطيع المشاهد متابعة ما يجري حاليا. السودان، خلينا نبدأ من عصر المماليك المسيحية. حكمت السودان 3 مماليك مسيحية كانت في قمة الازدهار وقمة التقدم في ذلك الوقت. دخلت المسيحية السودان في عهد الإمبراطور سيباستيان وزوجته ثيودوروس، أدخلوا إلها جميع شتى الفرق المسيحية، بقيت على ما هي عليه إلى أن جاء الإسلام، وفي عهد عثمان بن عفان وعمر بن العاص فتح مصر، وبالتالي فتح السودان. توالت الهجرات العربية والإسلامية مع الفتوحات إلى السودان، والتغت جميع الديانة المسيحية من السودان. يعني بدي أعطيك رقم حاليا، هو 96% من الديانة في السودان هم إسلاميين بجميع طوائفهم. ألغوا المسيحية، هذا لم يعجب المسيحيين إطلاقا. بقيت على ما هي عليه الأمور، لكن لم يكن للغرب وقت حتى يأتي ويغير المعادلة. ولكن ماذا حدث فيما بعد؟ إجا الحكم العثماني في 1821، الخديوي إسماعيل باشا في مصر، بعت فرقة لاحتلال السودان، ونجحت الدولة العثمانية باحتلال السودان، وصلت إلى أعماق، وصولا إلى أريتريا ومناطق أخرى من يعني من السودان. بقي الحال عليه إلى أن جاءت الاحتلال البريطاني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. جاء الاحتلال البريطاني إلى مصر، قررت مصر، المملكة المصرية، كان مملكة مصرية، والمملكة البريطانية، اجتياح واحتلال السودان. وكان المعاهدة التي تمت ما بين الطرفين على أن يكون الحاكم والمتنفذ في السودان بريطاني، وأن يكون هذا البريطاني يعني هو أوريدي مرشح من بريطانيا، ولكن يعينه الوالي المصري. فكان ما كان، وتم تعيين والي بريطاني على الحكم في السودان. من هنا، من هذا اليوم بدأت مشكلة اسمها جنوب السودان. من هذا اليوم. ماذا فعلت بريطانيا؟ قالت إنه لجنوب السودان ثقافات وأعراق تختلف عن الشمال، ويجب الاعتراف والإقرار بهذه الاختلافات. طبعا في ذلك الوقت كانت الأمة الإسلامية والعربية في ضعف بعد الحرب، خروج تركيا وقضية فلسطين ومصر وسوريا والاستقلال للدول عن الاستعمار الفرنسي والإيطالي. فجاء الوالي البريطاني وقال هناك 3 احتمالات
لجنوب السودان. نعم. إما أن ينفصل عن السودان وينضم إلى أوغندا أو يوغندا، هذاك نعم. الوقت كانت تسمى يوغندا، أو أن يكون جزء كامل متكامل يعني زي شمال العراق مستقل ولكن منضم كإقليم، كإقليم منضم نعم. إلى الحكومة الاتحادية في الشمال، نعم. الجنوب مع الشمال، أو أن يكون إقليم عادي مثل باقي أقاليم السودان ويكون مع الحكومة المركزية في الشمال. هذا الكلام كان استهلاك عام لمجرد وصول الحاكم. ماذا فعل الحاكم البريطاني فيما بعد؟ منع الدعوات وانتشار الإسلام في جنوب السودان، شجع البعثات المسيحية، سوى مناطق قبلية مغلقة ممنوع وصول إليها أي ناس غير البريطانيين، قام بعدة شغلات حتى. لكن هل تعتقد أن هذه الأمور هي خلافات إثنية أو خلافات دينية ما بين جنوب السودان والسودان؟ نعم، بقي سطرين وبوصلك للب الموضوع. لا، في عام 1938 مؤتمر الخريجين في السودان قال لن يبقى الحال على ما هو، فقاموا بمظاهرات وقاموا بحركات يعني سياسية ومش عسكرية، هو نوع من التظاهر ولكن هذا، وطالبوا بالانفصال بالاستقلال عن مصر وبريطانيا، فاستقلت عام 1956 استقلت السودان. وأول رئيس مصري عفوا سوداني رفع إسماعيل الأزهري، سموه الرئيس الذي رفع علم الاستقلال. نعم. من ذلك الوقت ولغاية الآن لم تعش السودان حالة من الاستقرار إطلاقا، حروب أهلية ما بين الجنوب والشمال، بالإضافة إلى حروب ما بين الأحزاب الداخلية، حروب بين التيارات الدينية الإسلامية من جهة وبين التيارات أو الأحزاب العلمانية كالاشتراكيين والديمقراطيين والناصريين وكل ما إلى ذلك من أحزاب. نعم. هذه بمجموعها بقيت تتعارك وتتقاتل ولم تتفق على السلطة لغاية هذه اللحظة. طيب دقيقة واسألني السؤال. نعم. الذي تريد. ماذا حدث من هذاك الوقت؟ عاشت السودان انقلابا عسكريا تلو الآخر. نعم. من عام 1956 إلى آخر رئيس عمر البشير عام 1989. نعم، جاء بانقلاب عسكري على الذي سلفه. طيب فضل. الأمور في السودان كل ما تقدمت به هي أمور إثنية ما بين نعم. جنوب السودان وبين شمال السودان، الأمر الذي انفصلت عليه جنوب السودان وأصبحت نعم. دولة مستقلة. نعم. الأمور في السودان الآن احتجاجات ضد قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المحروقات وأسعار ورفع الدعم عن المحروقات في البلاد، الأمر الذي تطورت بعده هذه الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط النظام، وبدأت تخرج تنسيقيات في السودان لإسقاط النظام، وبدأت المطالبة بنظام جديد يحل محل نظام عمر حسن البشير. هل ترتقي الأمور في السودان الآن لأن تطلب هذه الجماعات التغيير أو إسقاط ما النظام؟ ما ذكرته حالياً حضرتك، ما ذكرته هو نفس السيناريو التونسي والمصري والليبي، الربيع العربي، ما يسمى الربيع العربي. نعم. ماشي. هلا مظاهرة من أجل رفع صفيحة البنزين أو نعم. لتر البنزين أدت إلى ماذا؟ هي عبارة عن شرارة تقود حركات دينية، يعني ينتظرون الحكومة لأي غلطة ممكن تكون، خبز بنزين، أي بغض النظر عن أي مسميات اقتصادية، دائما أنا زي ما ذكرت في عدة مقابلات دائما الثورات تبدأ في أمور مشاكل اقتصادية وتنتهي بأمور سياسية. نعم. ماشي. كان صفيحة البنزين كعبارة عن شرارة انطلقت رفع البنزين ضد الحكومة. الأزمة الدولية اللي هي من 2008 لغاية اليوم ما زالت مستمرة، أمريكا نعم. تعاني، أوروبا، كل العالم يعاني، لكن هي عبارة عن سبب من الأسباب التي تدفع حزب للقيام بثورة ضد حزب آخر. هذا ما يحدث في السودان. حزب الأمة، حزب المهديين نعم. بدايتهم أحمد المهدي نعم. ادعى بأنه هو المهدي المنتظر وقال لهم أنا جيت أحق الحق وأبطل الباطل، وكان له أتباع كبيرة وعمل ثورة كبيرة وغير أجزاء كبيرة بالسودان، وصل إلى مراتب ووصل إلى حكم وإلى آخره. يعني الصادق المهدي هو جده أحمد المهدي نعم. لذلك هي صراع بين الأحزاب على الحكم. لغاية الآن هناك ثلاثة مشاكل في السودان لم يتم حسمها منذ الاستقلال ولغاية الآن: الدستور نعم. وجنوب السودان والتنمية في السودان. جميع هذه المشاكل لم يتم لا إنهائها ولا وضعها ولا غيره. الدستور السوداني
وضع أكثر من مرة وتم تغييره، ووضعوا عدة لجان لتغيير الدستور. يعني الدستور في عهد جعفر النميري همش الدين الإسلامي بشكل كامل، لم يكتب في الدستور دين الدولة، وكان تفسير جماعته في ذلك الوقت بأن الدين يعني الدولة هي شيء معنوي. طيب، شيء معنوي، الشيء المعنوي لا دين له، الأشياء المعنوية ما لها دين. لذلك ما كان السبب وراء كل هذه، هلا حاليا ما من يقف وراء هذه الثورة هم من يقفوا وراء جماعة الإخوان المسلمين في السودان، هم من يقف وراء هذه الاضطرابات وهذه الاحتجاجات على حكومة عمر البشير. طيب، حال السودانيين بعد انفصال جنوب السودان وضعهم الاقتصادي في تدهور مستمر، لم تبقى لديهم سوى سلة الغذاء أو سلة الزراعة كمعين اقتصادي. هل تتوقع أن الوضع الاقتصادي للسودانيين الآن شمال السودان وحكومتهم في الخرطوم يمكنهم من قيام ثورة ضد النظام؟ السودان كان لديه سلة الغذاء في مناطق الجنوب اللي هي الأمطار الاستوائية والأراضي الخصبة. الشمال، شو في الشمال؟ صحراء النوبة ونهر النيل. لا يوجد استغلال كامل لنهر النيل في السودان، هذا من ناحية اقتصادية. لكن هل أن الأزمة في السودان حديثة العهد؟ يعني بمعنى أنه كان السودان يعيش في رخاء وفي ازدهار وفي تقدم، وفجأة صارت المشاكل بمجرد قدوم البشير إلى الحكم، عمر البشير أو الذي سبقه أو الذي سبقه أو الذي سبقه. يعني كان وضع السودان أيام جعفر النميري في أسوأ أحوال الاقتصادية، المجاعات في السودان في الديرفور وغير الديرفور، وغالب ما زالت لغاية الآن. السودان لم يكن في يوم من الأيام لا تحت العناية الإلهية ولا العناية العربية، كان متروك، كان مهمل. طيب، كما ذكرت في بداية البرنامج، من يتحمل هذا الإهمال؟ هلأ هذا الإهمال هناك وراءه اثنين، أولا المجمع الكنسي الإفريقي، وثانيا جامعة الدول العربية. المجمع الكنسي الإفريقي كان في معاهدة أديس أبابا في عام 1972، هم من وضعوا شروط الانفصال ولم يوافق عليها حزب جبال النوبة في مصر، عفوا في السودان، في السودان ولم يوافق عليها الجماعات الإسلامية ولم يوافقوا عليه، يعني همشوا الاتفاقية وأنهوها، إلى أن جاء في عام 2005 وعملوا اتفاقية السلام الشامل في السودان. لذلك إحنا برعاية قطرية، برعاية قطرية زي ما ذكرنا في بعض برامج. لذلك لو بدنا نيجي نتكلم عن السودان حاليا، اللاعبين الأساسيين موجودين هم نفس الوجوه تتكرر من نفس الأحزاب، والذين يضغطون عليهم إما من الغرب أمريكا وبريطانيا، وإما من إسرائيل حاليا دخلت على خط الجنوب وعلى التسليح وتدريب، وإما الحركات الإسلامية المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين في مصر. طيب، شبكة مراقبون بلا حدود رصدت في تقرير لها في اليوم السادس من نشوب التظاهرات في السودان أن هذه التظاهرات هي الأكبر منذ أن تولى عمر حسن البشير الحكم عام 1989، ولم تصدر أي دعوات أخرى لتجديد هذه التظاهرات في الجمعة القادمة. هل هذا يعني أن الشعب السوداني وعى خطورة ما يحصل في السودان؟ الشعب المصري كما السوداني كما ذكرت في بداية الحديث 96% من الشعب السوداني مسلم. نعم، معظمه ينتمي إلى حركات صوفية وحركات من ضمنها الإخوان المسلمين. لذلك العزف على الوتر الديني دائما في مصر، في السودان، في غير السودان، بدون ذكر الدول العربية، ولكن الربيع العربي عزف على وتر الدين والعودة إلى الخلافة والعودة والعودة. يا أخي، إحنا دخلنا القرن 21 مثلنا مثل جميع أمم العالم، هل في هناك مجال للعودة إلى القرن الحجري؟ يعني ننسى القرن 20 والتقدم والازدهار والانفتاح العالم ونرجع للقرن الحجري نحكم؟ لذلك المشكلة في السودان، ما الضير أن تأتي أو أن يأتي حزب ديني يمتلك برنامج سياسي وطني لبناء البلد وبناء الاقتصاد؟ فلنضع يدنا على هذا، فرجيني حزب ديني سياسي متقدم عصري حضاري، كلنا من نادي بنفس المبدأ. هل هذا يعني أن السودان أيضا على شاكلة الأحزاب التي حصلت في مصر وتونس؟ بدنا نأخذ مثال بعيد في آسيا، بدناش أفريقيا، أفغانستان أيام الحكم الملكي في قمة الازدهار وكانوا متعلمين، وكانوا إجت حكومة طالبان شو عملت في السودان؟ رجعتها إلى العصور في أفغانستان، عفوا في أفغانستان، رجعتها إلى العصور الوسطى.
احنا ما بدنا نضلنا نعيد المثل ونكرره. ايران ايام الشاه كان في استيار، كان في تقدم، كان في حريات، كان في غيره. اجت حكومه الخميني ضيعت الشعب الايراني. يعني مثال ضرب وراء مثال. انت شيء يعني المجرب لا يجرب. طيب الحكومه السودانيه، منظمه العفو الدوليه تقول ان الحكومه السودانيه اعتقلت 800 شخص من الناشطين والمشاركين في التظاهرات، وقامت باستخدام الرصاص الحي، ويوجد تحت يدي تقرير عن اعداد القتلى في الايام السبعه الاولى من الاحتجاجات، وصلت في الخرطوم 71 شخص، وايضا في ام درمان الى 60 شخص، واعداد المصابين 100 في الخرطوم واكثر من 160 في ام درمان. لماذا تنهج الحكومه السودانيه نفس النهج الذي تنتهجه حكومة سوريا مع الشعب السوري، علما أن قصر أمد الثورة السودانية يلعب دورا في هذا الرقم؟ خليني أضيفك شوية معلومات. الربيع العربي جاء على هذا النسق، يعني الحكومات تستعمل العنف ضد الشعوب. نعم. شكل العنوان هنا في إعلام يلعب، وفي هناك الإعلان المحرض الذي يأخذ القصة الصغيرة ويعمل منها قصة كبيرة الله أعلم قديش. إحنا خلينا نركز على شيء واحد. ما هي المشكلة حاليا في حكومة عمر البشير؟ عمر البشير النفط الذي تم اكتشافه في جنوب السودان لما كان الجنوب معه كان من يعطي أمل كبير للسودانيين بازدهار ورخاء وثروات تعود إلى البلد. انفصل الجنوب، صار عبارة عن ممر للنفط. أين هي موارد السودان العملاقة؟ أين هي مصادر الغذاء عند السودان؟ السودان لغاية اليوم ما زال يتلقى المساعدات حتى من أمريكا، بعد أظن يمكن وقفوها أو لا بعد صدور مذكرة الاعتقال. نعم. ولكن دولة تعيش على المعونات، يعني ماذا تتوقع منها؟ هل أن تعطي الشعب رغيف الخبز الساخن يوميا؟ هذا حلم بالنسبة للدول العربية. تشبيه الأزمة السورية بالمشكلة السودانية الحالية الحديثة هذا خطأ. أنا لا أشبه الأزمة الأزمتين ببعضها. أنا أشبه قتل مسيرة وقتل. مسيرة النظام مع شعبه. يا ماشي، نيجي للسودان. السودان مشكلة بين أحزاب على نظام الحكم. من العام 1956 لغاية هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على أي نظام حكم بالسودان. لغاية الآن السودان نظام علماني وليس نظام إسلامي، وهذا ما تطالب به الحركات الإسلامية حاليا. يريدون أن يكون دين الدولة الإسلام وتطبيق الشريعة. جعفر النميري لعب على الحبلين أيام ما كان حاكم، كان مع التيار اليساري. نعم. وكان الجميع يعلم أن نظام الحكم في السودان يساري مع الحرية والعدالة والعلمانية، معروف اليسار. نعم. لذلك شو سوى لما ثاروا عليه جماعته وصار بدهم يغيروه لسبب من الأسباب الداخلية مش بمحض قراءتها حاليا، غير انتمائه للإسلاميين. وفي هذاك الوقت إذا كان في ناس تذكر، من كثر ما كان متعلق في الدين ألغى كل الخمارات في السودان، كبوا جميع أنواع الخمور في نهر النيل. نعم. وطلعت عليها ضجة عالمية ومنع الخمور، وصار يقيم الصلاة والحجاب. ومن بعد ذلك انت ذهب إلى اليمين المتطرف اللي هو الدين الإسلامي المتطرف بأسلوبه، ماشي، وأعطى اليمين السوداني الفرصة للنيل من اليسار السوداني، فقامت الدنيا ولم تقعد في السودان. حكمها بمبدأ فرق تسد، حكمها بمبدأ العسكري. لذلك السودان حاليا جميع من يطالب، من يحكم الآن السودان؟ الفريق عمر البشير عسكري. نعم. اللي حكم قبله مين كان؟ مو كان عسكري، واللي قبله عسكري، كلهم عسكريين اللي حكموا السودان. لم تأتي حكومة وطنية بمعنى الوطنية المدنية، هم حاليا يطالبون بحكومة مدنية. ماشي، الحكومة الوطنية مين بده يحكمها؟ التجمع الأحزاب الديمقراطي الذي قام بالسودان في فترة من فترات الثمانينات وبقي إلى الآن، ماذا جاء بالديمقراطية للسودان؟ ماذا حقق لها؟ طيب أول رئيس منتخب يعاد انتخابه هو عمر البشير. طيب في 2010 انتخبه. مشكلة السودانيين في بداية هذه الاحتجاجات هي رفع أسعار المحروقات ورفع صفيحة البنزين في السودان ورفع الدعم عنها. لماذا يظهر الرئيس عمر حسن البشير بتزمت أمام الشعب السوداني ويقول أننا لن نتراجع عن قرارنا هذا مهما حصل، حتى لو ذهب جميع السودانيين؟ قال نعم. نعم. السؤال بدي أسألك إياه، رئيس دولة جالس يرى المؤامرات تحاك، أنا مش معه طبعا، يعني ما بدافع عنه، ولكن أقرأ القراءة السياسية في السودان. رئيس يرى أن أمريكا تتآمر عليه، الغرب بجميعه، إسرائيل ضربوا دار الدواء في السودان قبل فترة. نعم. وقالوا عنها صواريخ
ومناطق مش عارف شو. الجنوب انفصل رغم عن أنفه حتى بالاستفتاء وغير الاستفتاء. النفط سرق من أرضه. الدارفور لسه عليه علامة استفهام. اللي حطهم الجويد هذول الجماعة اللي كانوا بالدارفور قالوا بدعم منه، صنفوه على دولة من الراعية للإرهاب وحطوا عليه مذكرة اعتقال دولية. ماذا بقي في السودان؟ ماذا بقي؟ هذا هو الرئيس وهذه القرارات الدولية. طيب. يعني هل عربيا هناك حل موجود على الطاولة لحل مشكلة السودان؟ أعتقد أن السودان سيقسم إلى كمان جزئين. إلى الآن أنت تضع الكرة في ملعب الشعب السوداني وليس في ملعب الأحزاب أو في ملعب الأحزاب. نعم. وتظهر الرئيس السوداني عمر حسن البشير بوجه الملاك أمام شعبه. ما فيش زعيم روسي دقيقة، ما فيش زعيم سوداني جاء بمبدأ الديمقراطية والعدالة في ظل أوضاع المنطقة العربية التي تشهدها الآن الشعوب العربية، خصوصا الجار لسودان مصر. ألا يتخوف الرئيس السوداني من تزمته بموقفه أن يحصل كما حصل في مصر؟ هل تتوقع، سؤالي ردا على سؤالك، أن يقوم قائد الجيش السوداني حاليا تحت عدة مسميات كما حصل مع الأزهري لما قام إبراهيم عبود بالانقلاب عليه فترة من الفترات بداية الحكم؟ نعم. وهل تتوقع أن يقوم أيضا قائد الجيش كما قام بالانقلاب على جعفر نويري سوار الذهب، عبد الرحمن سوار الذهب؟ عبد الرحمن سوار الذهب يا أخي جميع من حكم من السودان هم عسكريين، قادة عسكريين. يعني عمر جعفر النميري بعد ما وقت الانقلاب ولما استلم السلطة رفع نفسه لدرجة مشير وحكم السودان، حتى أن الجيش السوداني في لحظة من اللحظات وقائد جيشه قال للرئيس إما أن تسلحنا وإما أن تنسى موضوع الجنوب. لم يكن السودان قادر على تسليح جيشه. يعني كانت المجمع الكنسي الأفريقي ومجمع الكنائس الأوروبية وكانت الحركات التبشيرية في جنوب السودان تشتري السلاح وتدعم، وكانوا حتى خبراء عسكريين إسرائيليين كانوا في جنوب السودان يمدون بالخبرة العسكرية. وأول دولة اعترفت بجنوب السودان كانت إسرائيل قبل الولايات المتحدة، قبل الفاتيكان. مجرد إعلان الدولة طلعت وصرحت أنا أعترف، وقالت لجنوب السودان بدي أمدكم بالسلاح وأمدكم بالمال وأمدكم وأمدكم. يعني هل هذه مؤامرة على الشمال؟ هل هذه مؤامرة على السودانيين؟ هذه مؤامرة على جميع الدول العربية. لذلك أي اضطرابات حاليا تراها داخل السودان هي من نفس النسق الذي جاء به الربيع العربي، مؤامرات شتى من عدة نواحي. لذلك أنا لا أدعم عمر البشير. عنده نظام سلطوي، عنده نظام قتل، عنده نظام قمع، ما جميع الدول العربية كانت على نفس النسق. يعني إحنا إلا من رحم ربي بعض الدول. ولكن هل هناك إجابة شافية وافية من الشعب السوداني لماذا الثورة؟ بقول لك صفيحة البنزين، طب ماشي خفضنا البترول، ارجعوا على بيوتكم، بطلت ترجع الناس. هذا القتل لكنه لم يخفض، احنا بنقول على الفرض الساقط خفضنا البترول وزعناه بالمجان، بتعود الناس الى بيوتها؟ لا تعود. الاحزاب لديها برنامج، هذا البرنامج بدهم يطبقوه. فالبداية القصة ونهايتها ليست في السودان، البداية في الفاتيكان والنهاية في الغرب. هناك من يحرك هذه المشاكل، بدهم أن يكون يعني على النسق المصري والتونسي والليبي والسوري. لهذه الدرجة الشعب السوداني لا يمتلك أي وعي ليحافظ على وحدة بلده وشعبه؟ اسألني كم حزب بالسودان حتى نعطيك إياها بطريقة تانية. هناك حوالي 15 حزب بالسودان، كل منه له انتماءاته مثل مصر تماما. يعني المشكلة المصرية يعني أكبر من المشكلة السودانية، ولكن نفس النسق. الإخوان المسلمين، حزب الأمة، المهدي، حزب المهديين وجماعتهم ومن لف لف. أليس هذا ما يحاول الشعوب العربية الآن الوصول إليه، التعددية الحزبية أو ما يسمى بالديمقراطية؟ يا أخي ما في شيء اسمه صناديق الاقتراع. خلينا نحط الاستفتاء على تطبيق الشريعة ونعمل عليها استفتاء، هل هناك من يشجع؟ إذا كانت النسبة 51% فلتطبق الشريعة مع المحافظة على حقوق 49%. لكم دينكم ولي دين. طيب، الحكومة أيضا لم تقدم أي ضمانات للشعب من أجل إعادتها إلى بيوتها. كيف تقرأ موقف الحكومة من الأزمة السودانية الآن؟ الحكومة السودانية لا تمتلك حاليا حلول اقتصادية لتعيد الشعب إلى بيوته، ولكن وراء يعني بدي أسأل سؤال،
وأسأل يعني في مكان ونطبق عليه الحالة السودانية. ليبيا كانت مزدهرة اقتصاديا عبان نعم. عهد القذافي كانوا الناس تشتري سيارات وامورها تمام وبيوت وفلل وامورها تمام، يعني الوضع الاقتصادي ممتاز كان بالليبيا. وجود دعم حكومي نعم للشعب ماشي، كان يوزع النفط على الشعب ماشي نعم. يعني اكثر من توزيع النفط ومخصصاته على الشعب شو بقي؟ ما ضل شيء مش هيك نعم. لو جينا على نفس النسق ليبيا ما استقرت، لانه ايضا مجموعه السنوسي. انت لازم يعني مش عفوا مش انت يعني يجب ان نلاحظ شيء واحد احنا هون، ان في ثلاثينيات القرن الماضي هي من ولدت الشكل الديني حاليا في القرن هذا. اعطيك مثال، في مصر في الثلاثينيات قام حسن البنا بإنشاء جماعة الإخوان المسلمين نعم. في الثلاثينيات في ليبيا جاءت مجموعة السنوسي نعم. وهي من طالبت بانفصال برقة عن باقي ليبيا نعم. في تونس نفس القصة، في السودان ثلاثينيات بعد يعني من وقت مؤتمر الخريجين اللي هو قام أيضا بدواعي دينية وتطبيق شريعة وإلى آخره. هذول جميعا هم من أسسوا الأحزاب الموجودة حاليا، الأحزاب الكبيرة الموجودة منذ 30 و40 و50 عام نعم. لذلك لو أردنا أن نتعمق قليلا في أيديولوجيات هذه الأحزاب يجب أنه ليس لديهم برنامج، ليس لديهم أهداف، ليس لديهم أجندة سياسية، ليس لديهم حتى فكرة عن شكل الاقتصاد ماذا سيكون، ولكن هي مجرد ثورة لأجل الثورة. خلينا نثور ونشوف بعدها شو بصير بعد الثورة. ما احنا جربنا في اليمن، جربنا بسوريا، جربنا بمصر، جربنا في أكثر من دولة، رأينا أن الربيع العربي لا يؤتي ثماره. ماذا حدث يعني؟ شو صار بليبيا؟ شو صار في تونس في اليمن؟ لذلك السودان تغيير عمر البشير، إلقاء القبض عليه، تسليمه للمحكمة الدولية في الهاي، وماذا بعد ذلك؟ من سيحكم السودان؟ ما هو البرنامج؟ هل لدينا رؤية واضحة؟ يعني بعد عام من الآن أو ست أشهر من الآن من سيحكم السودان؟ هل أتانا نذير بشير يقولنا والله هذا هو البرنامج، هذا هو الاقتصاد، سأقوم بعمل كذا وكذا؟ لم يأتي. حكومات عسكرية متعاقبة، ضعف اقتصادي شامل عام طام جميع السودان منذ بداية منذ الاستقلال. لا الديمقراطية، حتى أنهم نفسهم اعترفوا أن الديمقراطية فشلت في السودان. طيب مشاهدينا الكرام بهذه النقطة نصل لفاصل قصير ومن ثم نعود. مؤسس دولة العراق الحديث، قاوم الانتداب البريطاني وقاد العراقيين إلى الاستقلال، ومات فجأة في ظروف غامضة. الملك فيصل الأول مع الدكتور محمد مظفر الأدهمي في برنامج شيء من التاريخ قريبا على الشاشة. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة برنامج رياح التغيير، وأعود بسؤالي لضيفي داخل الأستوديو المحلل السياسي المستشار محمد أبو غوش. أهلا بك من جديد. مساء الخير سيد محمد. بداية، يعني الحكومة السودانية عندما تقرر من رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي أدى إلى غضب شعبي عارم على هذه الحكومة وعلى قرارها ورفع الدعم عن المحروقات، ألا يجب عليها أيضا أن تدعم دخل المواطن لكي يواكب التسارع الذي يحصل في أسعار المحروقات؟ وكلنا نعلم أن النفط العالمي غير ثابت في هذه الفترة. أجاوب على سؤالك بسؤال: الحكومة العراقية ماذا تستطيع أن تفعل والنفط تحت أرجلها؟ من نفس السودان، ما هو النفط في العراق أغلى من الدول التي تستورد النفط من العراق نفسه. لكن العراق احتل من بلد ودمر من بلد آخر. ماشي. السودان لم تحتل. ماشي، ما هو كان النفط في الجنوب، ومن أخذه من الجنوب؟ أخذ جنوب السودان، نزعوه منه، عبارة عن ممر، يعني بأخذ شيء رمزي مقابل مرور النفط فيه، وبأخذ حاجته بسعر نوعا ما تفضيلي، يعني صار الشمال يستورد من الجنوب. هل هذا يعني أنك تتوقع نفس السيناريو الذي حصل في بلدان الربيع العربي سيحصل في السودان على الرغم مما عملت الحكومة؟ هو نفس النسق اللي ما يسمى بالربيع العربي، نفس النسق، نفس المشكلة، مشكلة صغيرة، يعني تونس واحد حرق نفسه وتغير الحكومة، ليبيا نفس النظام، يعني نفس القصة بتنعاد وتكرر. هذا مخطط، يريدون لجميع الدول العربية أن تكون في فوضى لا تحمد عقبها، تسليح ومشاكل ونزعات اقتصادية. يعني خلينا أعطيك شغلة، من جميع من حكم السودان كرؤساء وجميع الأحزاب الموجودة في السودان حاليا عندهم مشكلتين: المصالح الشخصية والنفوذ القبلي. أنت من العشيرة الفلانية وهذا من العشيرة الفلانية، وما زال يعني التوريث في النظام المهدي لغاية اليوم، هم أحفاد من قام بالثورة الأولى ضد الاحتلال التركي. ماشي، حاليا حتى أن يعني من يأتي إلى الحكم في السودان معظمهم كما ذكرنا عسكريين، ولكن بنظام قبلي ومصالح شخصية. من يعني الزعيم الوحيد الذي جاء إلى السودان وكان بمنتهى النزاهة عبد الرحمن المشير عبد الرحمن سوار الذهب. لما ذهب جعفر النميري للعلاج في الولايات المتحدة قبل ما يصل وهو بالطائرة، قالوا له قام عليك انقلاب، وردد بعض الجمل التي قال جمال عبد الناصر سوار الذهب، ووعد أنه خلال عام أن تقوم هناك حكومة وطنية ديمقراطية منتخبة. فماذا فنجا؟ جاء المرغري انتخبوا، وجعفر النميري شاله، عفوا مش جعفر، البشير، البشير شاله، شاله اللي قبله، ما طولش في الحكومة، قعد حوالي سنة. التبعات القبلية في بلداننا العربية هي الطامة الكبرى التي تعم على هذه البلدان، وكل العالم يقول أن أو كل العرب يقولون أن القبلية والحكم القبلي في العرب متسيد على النظام ومتجذر. لكن الحالة في السودان يبدو أنها تختلف عن مثيلاتها، وأنا أتكلم عن مصر. لها نكهة أخرى. النكهة تقول أن التظاهرات لا تجتذب سوى أحزاب المعارضة التي يقودها كبار السن والتي يقودها زعماء كبار في السن، ويتبعهم سودانيون كبار في السن أو من يوالونهم من أبنائهم. أما الشباب لا يوالون هذه المعارضة، فهناك اختلاف ما بين الحالة السودانية وما بين الحالة الأخرى. الاختلاف بعد 30/6 في مصر. نعم. حركة تمرد كانت شباب. نعم. الشباب المصري من جميع فئات الشعب المصري، من الإسلاميين وغير إسلاميين ومن الصوفيين، جميع الأحزاب، مش بغرض أنه الآن عد الأحزاب المصرية. لكن في السودان هناك مخطط لجلب أو إيجاد موطئ قدم في الحكومة السودانية التي ستلي عمر البشير على الفرض أنه ساقط، تأتي حكومة دينية من الإخوان المسلمين، بمعنى كلمة الإخوان المسلمين، تركيا إخوان مسلمين، سوريا إخوان مسلمين، مصر إخوان مسلمين، ليبيا إخوان مسلمين، تونس حاليا الاضطرابات بسبب الأحزاب الدينية إخوان مسلمين، حزب النهضة، والسودان وحتى جنوب اليمن. هذا كله مخوف دول الخليج العربي. هل هذا يعني أن اليمن أيضا ستنفصل؟ اليمن لم تهدأ الحالة، يعني هل هناك هدوء كامل استقرار سياسي اقتصادي بعد ذهاب الرئيس اللي كان عليه موضوع الجدل؟ ما حصل شيء. طيب. يعني خلينا نقول بطريقة أخرى، يعني حتى المستمع يقدر يجمع البزل مع بعضها.
إذا كانت الاضطرابات في دولة معينة بسبب الفقر وإلى آخره، طب العراق دولة غنية بالنفط وعندها واردات بالمليارات، سوريا كانت دولة عندها اكتفاء ذاتي وكان المواطن السوري بيعيش في حالة أحسن من وضع السودان وضع المواطن المصري. ليبيا كانت في وضع اقتصادي جيد جدا، تونس ما يعني، كانت الأزمة العالمية أثرت على جميع دول العالم، ولكن كان استغلالها على المستوى العربي بتغيير الأنظمة، مش تغيير الأنظمة لشيء أفضل. لم يأتي نظام سياسي يحكم في أي دولة عربية حاليا أفضل من اللي راحوا، خلينا نحط إيدنا عليه ونقول هذا والله أفضل. طيب على ماذا تستند أحزاب المعارضة في السودان للقيام بهذه الثورة؟ بدأوا في بداية زي ما بدأت في بعض الدول، موضوع اقتصادي رفع أسعار المحروقات، ماشي أوكي، ارتفع أسعار البترول، لهم أجندة معينة تغيير نظام الحكم، ولكن ما بعد تغيير نظام الحكم ما في عنا أجندة، خلص مجلس على الحكم ونقول تطبيق الشريعة الإسلامية. يعني زي ما ذكرت الثلاث مشاكل الأساسية اللي تعتمد عليها الأحزاب في السودان ولم تحل لغاية الآن، اللي هي الدستور، الدستور السوداني لغاية اليوم غير راضي عنه لا الأحزاب اليمينية أو اللي هي المعارضة الإسلامية، ولا راضي كان عنه الجنوب، وما زال غير راضي عنه حاليا، ولا راضي عنه المعارضة اليسارية اللي هي الأحزاب اللي هي لا تتبع الرئيس. فلذلك التوافق على الدستور ما زال غير قائم، هذا بداية. لم يتفقوا على نظام حكم إلا لما جاء جعفر النميري وانتخب وصار أول رئيس ديمقراطي ورئيس وزراء، يعني أخذ منصبين في نفس الوقت. لذلك منصب رئيس الوزراء مطلوب في السودان ومنصب رئيس الجمهورية مطلوب بالسودان، ولكن من سيملأ ومن سيأخذ؟ عدد سكان السودان حوالي 33 مليون. يعني أنت تتكلم عن 30 أو 31 مليون مسلم بالسودان، وتحكي عن 4% منهم مسيحيين وبجميع طوائفها. 4% أخذوا استحوذوا على نصف مساحة السودان بالكامل اللي هي جنوب السودان. وخليني أضيفك من الشعر بيت، بداية الحركة الشعبية السودانية وجيش تحرير السودان من أين بدأ؟ من عهد جعفر النميري. لما ثارت مجموعة من فرقة عسكرية جنوبية جاءتها أوامر بالانتقال إلى الشمال، رفضت الأوامر وقتلت الضباط العسكريين الشماليين. وبعت وقتها جعفر النميري جون قرنك مبعوث له ليهدئ الوضع، وهربت هذه المجموعة إلى أدغال السودان. فبعث جون قرنك حتى يحسن الوضع ويتحدث إليهم ويقول لهم أنه يعني منحل المشكلة وتعالوا انضموا للجيش، فبدأ أن يعمل ذلك، انضم إليهم وأعلن حركة تحرير السودان والجبهة الشعرية تحرير السودان، ومن وقتها ويتلقى المساعدات. لذلك هذا هو النسق السوداني، هذا هو النمط السوداني. لا يوجد حكومة قادرة على الحكم بمعنى الحكم بالسودان، لا يوجد شيء ثابت في السودان، لا يوجد شيء مطلق بالسودان، كل شيء يحتمل القولان. يعني هذا الرئيس ممكن أن تقوم على قائد الجيش حاليا ويعزله، أو ممكن أن يبقى إلى الحكم ولكن بمزيد من الدماء، ولو ذهب عمر البشير سيأتي من هو ألعن وأدق منه، لأن النظام الحكم السوداني لا يقبل بالجمهورية ولا يقبل بالتعددية الحزبية، يعني ديمقراطي تعدد حزبي، ولا يقبلون بأي حكم الحزب لأي حزب منفصل كحزب الأمة مثلا وحسن الترابي، ماشي يقبل بحكم الحزب الواحد هو الحزب الحاكم، الحزب أو الحاكم عمر حسن البشير، وهو مش بس هيك، هو معسكريين زي مصر زي ليبيا، مصر السيسي حاليا عسكري، حتى حسني مبارك ما هو جاء من الضباط الأحرار وكان له رتبة عسكرية وكان مدني، يعني حتى ليبيا العقيد القذافي، سوريا الحافظ الأسد برضو كان عسكري، يعني ما بدناش نعدد هالعسكريين، هو نفس النسق السوداني، هو نفس النسق العربي. هل تعتقد أن الوضع في السودان سيدخل في دوامة الفوضى الغير خلاقة؟ هذا ما هو متوقع، يريدون من السودان أن يكون بهذا الحال، يعني يجب أن تكون الدول العربية الكبرى أو من يدور في فلكها، هناك برنامج للدول العربية، هناك مخطط نظام العالم الجديد وتقسيم المنطقة من جديد حسب أهواء الغرب وتحديدا إسرائيل ليسهل عليها التحكم بالمنطقة. يعني حاليا من يقرأ القراءة العربية السياسية الشاملة لا المشهد العربي يرى أن كل مشكلة في أي دولة عربية تصب في مصلحة إسرائيل،
تصب في مصلحة إسرائيل وخططها التوسعية والنظام العسكري الإسرائيلي. لذلك السودان ليس لديه ذلك الجيش القوي، ولكن تفكيكه وتحييده عن الأمة العربية بشكل أو بآخر يخدم المصالح الإسرائيلية. نحن لا ننادي، يعني كانت جامعة الدول العربية من ميثاقها أن يكون العرب متحدين بالعملة يعني بكل جميع الاتحاد، تكون دولة واحدة وإلى آخره على النسق الأمريكي أو الأوروبي، الاتحاد الأوروبي. ماذا حدث؟ تفكك يعني أكثر ما كانت مفككة وتجزأ أكثر. السودان ليس بعيد عن هذه النقطة، الديرفور رح ينفصل. وخليني كمان أضيفك شيء آخر، يعني إيران صار فيها نفس المشكلة مع شركة النفط البريطانية كانت هناك. النفط في السودان من اكتشفه؟ اكتشفته في الدارفور وفي الجنوب الشركات الأمريكية، شيل وإكسون وغيرها. لكن جاء عمر البشير وقال لهم الشروط اللي انتوا واضعينها قاسية جدا، يعني تشاركونا بأموالنا، يعني صحيح لكم نسب معينة. فطرد الشركات الأمريكية وجاء بالشركات الروسية والصينية وضعها في السودان بعد ما تم اكتشافه للتعديل والقيام بما هو واجب. هلا هذا شيء أغضب الإدارة الأمريكية. لماذا؟ لأنه الأحزاب الأمريكية في أمريكا تقف وراء الشركات العملاقة ومن ضمنها النفط. لذلك طالبت الانتقام من السودان. مشاكل الديرفور، مشاكل الحالية في الخرطوم والشمال وأمدرمان ومشاكل الجنوب. طيب، وزارة الداخلية السودانية أعلنت في وقت سابق يوم أمس على ما أذكر أنها التظاهرات التي حدثت في السودان شهدت أعمال تخريب من قبل بعض المتسللين إلى هذه التظاهرات، وأن هذه الأعمال طالت مبان ومؤسسات حكومية، وأن هذه الأعمال التخريب ستؤثر على سير حركة المتظاهرين السلميين بالرد من قبل قوات الجيش. هل كيف تتوقع عقلية المواطن السوداني في التعامل مع هذا الأمر؟ المواطن السوداني مثل زي المواطن المصري والسوري والعراقي وغير الدول العربية بحاجة لعدها. نفس القصة كانت في مصر ونفس القصة في سوريا، والآن العراق ينزف، الله يا رب يفك الأزمة. نعم. السودان آمين. خلينا نقول بشكل آخر، الإعلان المحرض سيكون هو أول من يتبنى المشكلة السورية، وسنرى تخطيط تخصيص ساعة على هذه البرامج للشأن السوداني قريبا. ماشي. هلأ ماذا يحدث هناك؟ هلأ هل هذا الإعلام مع صف البشير أو مع الحكومة أو مع الشعب السوداني؟ الشعب السوداني مهمش، يعني كثيرون هم حول الأحزاب وقليل أو السلطة، وهم كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن. يعني حول الوطن في أي دولة عربية ما تجد الكثير، هو عبارة عن نزاع على السلطة في جميع الدول العربية. لا يوجد نزاع آخر ممكن أن نطلق عليه في الربيع العربي إلا أنه نزاع حول السلطة. هل الأحزاب الدينية في السودان تختلف عن الأحزاب الدينية في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في تونس أو في ليبيا؟ لا تختلف، هو نفس البرنامج. يريد الغرب أن يسلم الدول العربية إلى مجموعة من المتشددين الإسلاميين بين قوسين وطرحتها ثلاث شحطات، الإرهابيين سفاكين الدماء. الدين الإسلامي ليس بهذه الطريقة. طيب، ما هو الحل الأمثل للمشكلة السودانية التي نشبت في 23 من أيلول سبتمبر؟ الحل يتمثل في جزئين. الأول أن يرضخ البشير لمطالب الشعب، يعني الشعب يطالب بغض النظر مدفوع من حزب أو غير حزب. ما هي المشكلات لنعالجها؟ هذا إذا رضيت الأحزاب بتهدئة الشارع. ثانيا المشاركة في الحكم، يعني أنت رئيس الجمهورية ورئيس وزراء ورئيس قائد الجيش، ما ظلش غير تكون كمان الشعب. يعني هو قال سأقاتل حتى آخر سوداني في السودان. يعني مستعد ينحر الشعب السوداني 33 مليون في أجل أن يبقى على هذا الكرسي. يا أخي هذا الكرسي هو شيء مخلد وهو شيء مقدس، فمن باب أولى أن تكون الوطنية في الزعيم أولا، يعني زي أوروبا نتنحى عن هذا الكرسي ونسلمه إلى مجموعة أخرى. بهذه الكلمة مشاهدينا الكرام، بهذه النقطتين التي تمثل الحل الأمثل للمشكلة السودانية، نختم برنامجنا
برنامج رياح التغيير لهذا الأسبوع. أشكر ضيفي داخل الاستوديو المستشار محمد أبو غوش المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، وأشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن أصغائكم، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.